فالطقس البارد وفي القطب الشمالي يأتي على الحيوانات وقت قاسى من الجوع. قطيع الذئاب تعانى الجوع الشديد وتبحث عن غزال لسد الجوع. لكن الغزال يهرب إلى المياه الجليدية. الذئاب لتخاطر بالنزول إلى الماء، فها تعرف معنى القرون القوية وحرارة المياه المنخفضة. الوليمة قريبة، لكن كيفية الوصول إليه صعبة للغاية. الذئاب فانتظار، لن يستطيع الغزال البقاء في المياه الجليدية لفترة طويلة. يحاول الغزال الهرب، لكن تلاحقه الذئاب من كل جانب. يجب عليه العودة إلى النهر المنقذ ويتحمل شدة البرودة حتى لا يموت. على الشاطئ أحد أخوات الغزال ذو قرون حادة، لسبب ما لم تلاحقهم الذئاب. البحث عن غذاء في مكان آخر. الدب البنى عثر على وليمه، لكن ليس وحده هو الجائع. قطيع الذئاب يقترب من الدب البني، هو أقوى بكثير من الذئاب، لكنه يعرف مدى خطورة مجموعة منظمة من الذئاب. لقد أمسك الدب البقطعة الكبيرة وهرب، تاركا وراءه ذئاب جائعة. احتمى الدب بأخواته الأخرى، لا يمكن للذئاب الفوز في تلك المعركة. الخطة هي إلهاء الدببة عن الطعام، وفي تلك اللحظة ذئب قوى آخر يقوم بسرقة قطعة كبيرة من الغذاء. يستطيع الذئاب الآن الأكل وسد الجوع.